محمد تعال، انظر هناك يا محمد، إنها خيمة. أتينا لرؤية الحسين وتلك خيمته. أجل، إنها بالفعل هناك، وعلينا أن نذهب إليه لنخبره بما نعلم. وبما سنخبره؟ سنعطيه الرسالة ونخبره بخبر أهل الكوفة علّه يعود، ما رأيك؟ تمهل، وإذا لم يقبل ماذا لو استمر في طريقه؟ نسافر معه إلى أي مكان، هذا أفضل حل. يا أبا عبد الله، والله إني لأخشى أن لا ينتهي هذا السفر إلا بمصيبتك ومصيبة أهل بيتك، فلا تستعجل، ابق حيث أنت، تمهل ولا تتقدم، انتظر فإنني سوف أحضر إليك بعد رسالتي هذه. يقول الحسين: يا عبد الله، ليتك تعلم يا ابن العم، ليتك تعلم. إن أبانا كان يتمنى أن توقف هذه القافلة عن المسير. التقينا برجل من عشيرتنا فأخبرنا بأنه لم يخرج من الكوفة حتى قتل مسلم وهانئ وراءهما يجران في السوق بأرجلهما، ونحن نخشى عليك كثيرا من أهل الكوفة. يا ابن بنت رسول الله، أخشى أن لا ينتهي هذا السفر إلا بقتلك. يقول الحسين: إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمة الله على مسلم بن عقيل وهان بن عروة. إنا لله وإنا إليه راجعون، ورحمة الله عليهما. ننشدك الله في نفسك وأهل بيتك، إلا انصرفت من مكانك هذا وحالا نخاف عليك، فإنه ليس لك في الكوفة لا ناصر ولا شيعة، بل نتخوف أن يكون عليك. يا أبا عبد الله، أناشدك الله ألا تسافر، ارجع إلى الحجاز، ارجع. قال علي بن الحسين عليهما السلام: خرجنا مع أبي فما نزل منزلا ولا ارتحل منه إلا ذكر يحيى بن زكريا، وقال: يوما من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل.
وعندما أرخى الليل سدوله وصل مبعوثو الحجاز بكتاب الأمان الذي أرسله عمرو بن سعيد. يا ابن رسول الله، اقرأ كتاب عمرو بن سعيد، أنا لا أشك أبدا في غيرته عليك، فإنه يريد بقاءك والآخرون يريدون فناءك، فإذا كان قد قال شيئا فإنه من محبتك. إن أخي عمرو أرسلني لأكون مؤيدا لقوله ولكي أصادق على كتاب أمانه. اقرأ كتابه، إن عمرو لا يجفو بني هاشم ويقدر حق الصداقة. يا ابن رسول الله، من من الناس لا يعرف جهل هؤلاء القوم بحقك، ومن لا يعرف نقدهم للعهد معك؟ يقول الحسين: إنني لم أعاهد أهل العراق، إنما عاهدت ربي. إذن لا تذهب إلى العراق. يقول الحسين: ربما لم يكن موعدي هناك، ولكنني عاهدت عهدا وعلي أمر. ما هو هذا الأمر؟ يقول الحسين: سر بيني وبين الحبيب. عودوا أدراجكم، عودوا إلى الحجاز. كيف عرفني؟ إنني كنت بعيدا عنه ولم أدن منه أبدا. أنا حقا لا أعرف، ولكن عندما كنت تحمل متاعك وكنت تهم بنصب خيمتك بعيدا عنا، كنا نراه يبتسم ويتمتم بشيء لا نفهمه، حتى جاء اليوم فقال: يا زهير بن القين، لا يمكن الهروب من المصير الذي قدره لك الباري، تعال الآن معنا وكن برفقة أحبابك. كلا يا أخي، قل له فليعفني، وكما ترى إن عائلتي تصحبني، ولا أرى أبدا نهاية حسنة لأمر الحسين. أبا عبد الله الحسين أيضا في الطريق مع أخواته وإخوانه وأبنائه،
إن الناس تتقرب إلى محبتهم وأنت الوحيد الذي تبتعد عنه. ليس هذا من طباع المسلم. إنني خائف يا دلام. إن أبا عبد الله قد امتنع عن بيعة يزيد، فإذا حدثته فإنه سيدعوني، وسأضطر عندئذ لإجابته من دون تردد. زهير، أيدعوك ابن رسول الله وأنت ترفض الدعوة؟ فلو أنك سمعت كلامه ثم انصرفت. لقد جئنا بنبأ القتلى ونقد العهود وقطع الوصال. لم نسمع في الكوفة غيرنا عيق بوم الموت. يا أبا عبد الله، عد من هذا الطريق. رأينا مبعوثك فوق سطح قصر عبيد الله حيث ضربت عنقه، وقد وقف الناس يتفرجون بعيون دامعة. لقد رأينا هانئا وقد مثلوا به وسط المدينة، وتتدلى قطع من جسمه على رماح جلادي عبيد الله، والكوفيون يتغافلون ويمرون صامتين. إننا عدنا من أرض الخيانة، من مدينة الخداع والمكائد. أعدل عن طريق الكوفة يا حسين، أتوسل إليك. Thank you.
لقد قال إن الله يحب الذين يقفون بوجه الظالمين. وأنت يا زهير بن القين، إنك تعلم أن هؤلاء الناس يحكمون ظلما، فلنكسب آخرتينا ولنكن وجهين عند ربنا. كم أنا فرحة لأنك ستذهب. زهير، إلى أين تذهب؟ أتذهب إلى الكوفة؟ أذهب إلى حيث المشيئة الإلهية. إذن لنشد متاعنا. كلا يا دلهم، إن لي طريقا آخر. زهير، أريد أن أكون معك. أليست بنات رسول الله ستساعدنا أبا عبد الله؟ دلهم، إنك لست قادرة على القيام بأعمالهن أبدا، كما أنني لا أملك إيمان الحسين بن علي، وأنا أخشى عندما أكون إلى جانب الحسين أن أسمع بكاءك أنت والأطفال فأضعف. والآن عودي إلى أهلك يا دلهم. أتذهب يا زهير وتتركنا وحيدين؟ قبل هذا كنت تبتعد عن الطريق الذي يسير فيه وتخشى من لقائه. ماذا حدث حتى تشتاق إليه؟ لقد ذكرني الحسين يوم غزونا بلنجر مع سلمان بن ربيعة الباهلي، ففتحناها وأصبنا الكثير من الغنائم، وعندها فرحنا جميعا بذلك فرحا كبيرا، وكان معنا يوم ذلك سلمان الفارسي. فلما رأى سلمان ما نحن فيه من السرور قال لنا: أصغوا إلي جيدا يا إخوتي، إذا أدركتم سيد شباب آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكونوا أشد فرحا بقتالكم معه من فرحكم بما أصبتم من الغنائم. وأما أنا فأستودعكم الله، هذا ما ذكره لنا سلمان الفارسي يوم بلنجر. اذهب يا زهير، اذهب، كنت آمل أن أتواجد معك في ظل بيت أهل الرسول، وإني لأرجو منك أن تذكرني يوم القيامة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اذهب وداعا دلهم. عندما وصلت كان قد مضى يومان على صلب جسد قيس مقطوع الرأس في وسط الميدان، وما من أحد يجرؤ على دفنه في التراب. حكاية محزنة. ليست حكاية، بل إنها مأساة تتكرر في الكوفة ليل نهار. يا ليتنا عدنا. يقول الحسين: أيها الناس، لقد سمعتم ما قاله هذا الرجل. في الكوفة لا يستضيفون إلا للموت، إذن فليعد إلى الحجاز ويتركنا من لا يريد الموت معنا. يا أبا عبد الله، إن العدو أمامك. هناك أفواج عديدة من القتلة الشاميين والكوفيين. أرجوك لا تصرف الرجال، دعهم يبقون هنا. يقول الحسين: يا زهير، سفر العشق مستمر، إن من يريد الفرار فإن قلبه ليس في هذا الطريق. دع أشخاصا يبقون معي لا يريدون سوى طريق الله. أيها الناس، إنكم سمعتم نهاية مسلم وقيس وهانئ والآخرين. أرسلوا رؤوسهم إلى الشام، وأجسادهم صلبت على جذوع النخيل. بسم الله الرحمن الرحيم، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. أسمعت ما قال؟ ولكن أما كان يريد الذهاب إلى الكوفة ليصبح الخليفة؟ إنه يبشرنا بالموت. أما أنا فلن أفعل. ماذا ستفعل؟ أنا ذاهب. الله أكبر. الله أكبر. رأيت النخيل. النخيل. رأيت النخيل. رأيت النخيل. نخيل وراء ذلك الغبار المتصاعد إلى السماء. الله أكبر. الله أكبر. النخيل. النخيل. عندما وصلنا في الأمس لم أرى شيئا أبدا، ولكن عند الفجر رأيت ظلال النخيل. أترون هناك؟ انظروا جيدا. جون، إن ما رأيته ليس ظلال النخيل، وإنما سنة الرماح وأذان الخيل لمنع أبي عبد الله من دخول الكوفة. ما هذا الكلام؟ قبلك رآه أبو عبد الله. إنما قلته كلام قاله الإمام. يا قوم، يا قوم، لقد قال أبو عبد الله: إنما ترونه في الأفق طليعة جيش جاء لقتل سبط رسول الله.
إنه يطلبني أنا وليس له شغل مع الآخرين، وقبل أن يقترب هذا الجيش اذهبوا ودعوني. إنه يريد أن لا يبقى معه إلا من تعلق به مخلصا، ومن يخشى الموت فليذهب، فللحسين رب قادر على حمايته ورعايته والسلام. رأيي أن نذهب. قلت نذهب؟ إلى أين؟ إذن لم يكن نخيلاً. كلا، بل جيش قادم من الكوفة. لما لا نلتحق بهم؟ إنهم أكثر عدداً وسلاحاً. لو أعطونا خيلاً وسيوفاً وماءً لأصبحنا معهم. لننسحب، لنذهب. هيا لنذهب. لنذهب هيا. أرى أشخاصا قادمين نحونا. ربما هم من جيش الكوفة. ربما هم كذلك، ومن القادة. أليسوا مبعوثين؟ ربما. جون، ليتك تذهب وتستقصي. يا حر، انظر هناك، أترى الرجال فوق ذلك التل؟ أحدهم يتقدم نحونا. ما الذي تفعله؟ ماذا لو هاجمنا؟ وما أدراك، ربما قد جاء لينضم إلينا. إنه من الجيش الذي قدم أمس. السلام عليك يا أخي. وعليك السلام. سأطرح عليك سؤالا. هيا اسأل. إن إخوتي يريدون أن يعرفوا من أنتم ومن أي جهة قادمون. إنك ترى أربعة رجال قادمين من الكوفة. أربعة رجال تعبون، أولستم مع ذلك الجيش؟ لسنا معه. حسنا يا أخي، هل تقودني وأصحابي إلى تلك الخيم؟ سأفعل ذلك، ولكن بعد أن أعرف من أنتم وماذا تريدون. أنا أدعى الحر بن يزيد، إن أبا عبد الله يعرفني. أنا أيضا أعرف الحر بن يزيد، سمعت باسمه. انتظروني. حسناً، من كان الرجل؟ الحر بن يزيد. الحر بن يزيد؟ الحر بن يزيد الرياحي. وما الذي يريده؟
أن يرى أبا عبد الله. لنذهب. أترى يا أخي؟ إنهم قادمون نحونا. إني أرى. هل نبقى؟ يبدو أنه زهير كان ذاهبا لكي يحج. السلام عليك يا حر بن يزيد. وعليك السلام. لقد سمعت أنك جئت لرؤية أبي عبد الله. ما سمعته صحيح فعلا. أكنت في الحجاز يا زهير؟ لا تزال رائحة الديار تفوح منك. ورائحة الوطن تفوح منك يا حر. كيف حالك؟ قل لي، هل التحقت بأبي عبد الله؟ وماذا عنك؟ جئت لكي آخذه. كنت أعرف أنه يسافر مع عياله، فتركت الجيش وجئت منفردا كي لا يضطرب أو يخاف. خذني إلى خيمته. توقف زهير، التحقت بالحسين، أما أنا فقائد جيش الخليفة. خذني الآن إلى أبي عبد الله. أنت من الرجال الأحرار. إن الذي ينصب خيمة أمامك هو الحسين بن علي بن فاطمة بنت رسول الله كما تعلم. إنه يتقدم. أبو عبد الله، تعبوا في الصحراء التي كانت ممتدة حتى الحجاز. وصل الحر إلى خيمة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، والآن ها هو إلى جانب رجال شجعان معروفين من سلالة الطاهرين والأنبياء المعصومين. والحر بن يزيد القائد التعب وجيشه الكبير المؤلف من جميع القبائل قد طوى هذه الصحراء القاحلة بحثا عن هذه القافلة الصغيرة ليطلب منها الاستسلام أو الموت. وكان الحر بن يزيد يعلم أن الحسين عليه السلام ليس من الذين يقبلون الذلة. كان يتقدم متمهلا بابتسامة مشرقة على الوجه الكريم تخترق أعماق قائد جيش الكوفة، وهو يقول له: يا حر بن يزيد، مرحبا بك، رغم أني أعلم أنك لم تأتي لنصرتي. معذرة مولاي، أنت من الطاهرين وأنا جندي في جيش الخليفة. أنا مأمور فقط، ولكني مجبر على منعك من المسير. إذن اجمع المتاع وهلم معي. الأمير ينتظرك في الكوفة، يقال إنه ولي من قبل الخليفة في الشام. أمير قتل صلحاء الكوفة وسلط السفلة على الناس الطيبين. بيده أمر الخليفة وأنا مسلم ومجبر على تنفيذ أمر أمير المؤمنين. رافقني يا ابن رسول الله. لا، إن الحسين بن نبيك وهم يدعونه لطاعة الشيطان بذلة واستسلام. أنا أعلم بأنك ابن فاطمة، ولكنك ترى بنفسك أنهم قد أرسلوا معي 1000 فارس لكي أنفذ أمر خليفة رسول الله. أيها التميمي، أنت لا تنفذ الآن أمر الله، وما أوصانا به رسول الله إطاعة القرآن وحماية عترته. يا حر بن يزيد، أليست هذه القافلة قافلة عترة رسول الله؟ يا ابن رسول الله،
نحن عطاشة، ألا يوجد عندكم ماء؟ نحن معنا 1000 فارس فقط، وقد أمضوا يومهم عطاشة. أيها الأمير، إن رجالك عطاشة والخيول لا تستطيع أن تواصل السير، والرجال ما عادوا يقدرون على تحمل حرارة الشمس. القادة يطلبون الإذن للبحث عن الماء. إنني وكما أعلم يا رجال، لا يوجد أثر للماء في هذه الأرض. كنا 1000 فارس في القادسية حين انفصلنا عن الحسين بن النمير، وقد عسكر ابن النمير هناك، ونحن خرجنا كما أمرنا الأمير بقيادة الحر بن يزيد، ورحنا نقطع الصحاري بحثا عن الحسين بن علي آملين أن نجده، حتى أوصلنا العطش بعد التعب القاتل إلى الموت، فوجدنا خيام الحسين بن علي أخيرا. قلت لكم أن تأتوا بالحسين، وما طلبت كتاب الحر بن يزيد. لقد تحدث الحر مع الحسين وطلب منه المجيء إلى الكوفة ليسلمه إلى الأمير عبيد الله، وكان يعرف أنه لن يقبل بذلك. كم عدد الذين كانوا معه؟ لم نعدهم، لقد عرفت فيهم بعض الهاشميين أبناء علي بن أبي طالب وآخرين أيضا، ورغم ذلك فإنهم يقلون عنا مئات المرات. إذن أخبرني ما الذي حدث؟ أنسيت أنني قد وليتكم عليهم؟ كنا عطاشا وعند أبي عبد الله ماء كثير، وقد سقانا جميعا. أين هم الآن؟ طلب قائد الجيش من الحسين أن يختار طريقا محددا لا إلى الحجاز ولا إلى الشام، وفعل أبو عبد الله ذلك، وعزم الحر بن يزيد أن يتابع قافلة الحسين إلى أن يعلم أمر الأمير، وهذا ما حدث. أيها الأمير، اقرأ الكتاب، سيخبرنا الحر شيئا. قرأته. إن الحسين لن يأتي إلى الكوفة، لقد وضع شروطا أمام قائدي، أن يعود إلى الحجاز أو نعطيه أمانا للذهاب إلى أطراف البلاد ويرتحل إلى بلاد أخرى. ما رأيك يا عمر؟ لا أدري. يا أمير، إن الحسين في قبضتك، وأنت الذي أخمد تمرد الكوفة، وأخذ البيعة من الحسين ليس صعبا. أوكلني وسترى أنني سأتيك به بعد ليلة واحدة. إني لا أرى صلاحا في منازلته يا ابن ذي الجوشن، فالحسين بن علي ليس هاني ابن عروة. إذا تولى أنت يا عمر أمر الحسين بنفسك. أنا؟ نعم أنت. لم يبق لي في الكوفة سوى ليلة واحدة، وقد هيأت متاعي وسأرحل في الصباح الباكر غداً، وقد جئت اليوم لوداع الأمير. كما قلت لك يا عمر، أحضر الحسين ثم اذهب. أحضر الحسين؟ أيها الأمير، لو أعفيتني من مواجهة الحسين. عبيد الله، أبي كان صديقا لأبيه، وأنا نفسي كنت رفيقا للحسين في الصبا. لا بد من تنفيذ ما طلبته. وإن لم أذهب؟
أنت حر. أبعث شمر بن ذي الجوشن، أعد إلي العهد الذي كتبته لك. العهد؟ عهد ولاية الري وأصفهان. ليس معي. أحضره قبل أن يجهز متاعك. أخبر حرس القصر أن عمر بن سعد بن أبي وقاص لم يعد يعمل لدينا، ولا مكان له في القصر، ولا يسمح له بالدخول. اذهب يا عمر. أيها الأمير، لقد بقيت وفيا لك وبايعت يزيد بن معاوية، وأنا أريد البقاء على عهدي له. لا تليق بهذا. إن كنت تريد فأنا لائق. الخليفة يريد منك أن تحمل على الحسين، وأن ترى أن تنفيذ أمره أهم من كل ما تحب وترضى. أولم أكن هكذا حتى اليوم؟ إن ولاية الري وأصفهان كانت عطيته لمساهمتك في إخماد فتنة الكوفة. إذن ما تقول يا عمر؟ أتذهب للقبض على الحسين أم تعيد العهد؟ امنحني فرصة قصيرة لأخلو بنفسي وأتأمل ما قلت وأتدبر هذا الأمر أيها الأمير. لا بأس، اذهب، وغدا قبل الفجر سأكون في انتظارك. يا أخي الحر، يقول لك أبو عبد الله، هل بإمكانك أن تصلي بأصحابك؟ بل نصلي بصلاته. أخبره هذا. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. وهكذا فالرجال الذين سدوا عليه الطريق ومنعوه من التحرك بمن معه من رجال ونساء وقفوا خلفه يصلون صفا صفا.
وبعد أن فرغ الإمام الحسين عليه السلام من الصلاة أقبل على الحر بن يزيد الرياحي ومن معه من جيش بن زياد ليخطب فيهم، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أيها الناس، إنكم إن تتقوا الله وتعرفوا الحق لأهله يكن أرضى لله. ونحن أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم أولى بولاية هذا الأمر من هؤلاء المدعين ما ليس لهم والسائرين بالجور والعدوان. وإن أبيتم إلا الكراهية لنا والجهل بحقنا وكان رأيكم الآن على غير ما أتتني به كتبكم انصرفت عنكم. حسنا يا عمر، ها أنت وحدك وحدك في يد هذه ولاية أراض كثيرة، وفي الأخرى ماذا أملك في هذه اليد الخالية من كل شيء؟ أأحصل على الإمارة من الحسين؟ أطراف أحلام. إذن أي شيء؟ لا شيء. أترى يا عمر، أنت الذي أبوك سعد بن أبي وقاص أين تجلس، وهو الذي أمه مرجان أين يجلس؟ حسنا، ما العمل؟ السلطة بيده يا عمر، وأمر ولايتك عليه ختم عبيد الله. الولاية يا عمر مشروطة بخدمة أخيرة تؤديها إلى عبيد الله، إما أن تحمل على قافلة الحسين وتجبره على المجيء إلى الكوفة، أو يا عمر، أتقبل أن تريق دم ابن بنت رسول الله؟ أتقبل؟ لا يا عمر، لا، أنت رأيت بنفسك كيف كان الحسين يضحك ويركض أمام النبي، ولشدة شوق النبي إليه كانت عيناه تفيضان بالدمع. رأيته بنفسك كيف كان يصعد منبر النبي ويجلس في حضنه، وكيف كان يقاسمك التمر الذي كان يأخذه من جده. ماذا ستفعل؟ أتقاتله؟ كلا كلا يا عمر، اترك هذا الأمر يا عمر، اترك. الولاية التي حصلت عليها، إذا لم تذهب للقبض على أبي عبد الله سيرسل رجلا آخر مكانك،
أجن أنت يا ابن سعد. مضت سنوات لم يحالفك فيها الحظ، والآن يا عمر الآن وقد ربض البعير الشرود أمامك ساكنا. اربط عنقه. لماذا تتأخر؟ أبعد عنك هذه الأوهام يا ابن سعد. عبيد الله ينتظرك. ماذا هناك؟ لقد أعدوا الجيش خارج مدينة الكوفة، وعبيد الله يريد أن يعرف أتعيد العهد أم. العهد؟ أعيده وأتمرد على الخليفة؟ قاتلني الله إن فعلت ذلك. حسنا، لقد جئتك يا ابن سعد بفرس وسيف وأمر أيضا. وما الأمر؟ أن تقاتل الحسين بن علي. لقد وصلنا، إنه هناك. فارس قادم. السلام عليك يا حر. عليك السلام نافع. آت من الكوفة؟ نعم، جئنا من الكوفة. إذن أخبرني لماذا جئت؟ لقد جئنا لرؤية أبي عبد الله. مستحيل نافع، عد من حيث أتيت. مهلا يا ابن يزيد، هل تمنعني من رؤية ابن رسول الله؟ ما عهدتك يا حر إلا مسلما، وما زلت إلى الآن. إذن دعني أرى أبا عبد الله. كلا نافع، لا يمكن ذلك. حر، نافع بن هلال من أصحابنا، دعه وشأنه. هيا. ومن أصدقائي، يطلب شيئا لا أستطيع السماح به. عد نافع. لا حر، لم يكونوا مع الحسين. كنا معه وسنبقى. إذن سوف أرسلكم إلى الكوفة. حر، قلت إنك ستراعي أبا عبد الله والذين معه، إنهما من أصحاب الإمام، ونحن سندافع عن كل من يقف إلى جانبه كما ندافع عن أنفسنا. جيد جدا، لكما أن تذهبا إليه أو أن تعودا، أنا سأترك الأمر لكما. أهلا
قل لي نافع، هل رأيت الإمام؟ نعم يا زهير، قلت له يا مولاي أرى أنهم قد ضيقوا عليك الخناق كثيرا. حسنا. قال يا نافع افتح عينيك، انظر إلى ألطاف الباري في كل حجر من هذا السهل. كيف أكون وحيدا في الوقت الذي هو معي وألتمس الرضا والعفو منه؟ هل سألك عن العراق؟ سألني. أقلت له كل شيء؟ نعم قلت له. ليتك لم تقل، إن نظرته تلك تجعل الإنسان يبوح بكل شيء. كيف وقع قيس بن مسهر في أسر ابن زياد؟ قبض عليه الحسين بن النمير وأخذه إلى قصره، طلبوا منه أن يسب أبا الحسن وأن يؤلب الناس على ابن فاطمة ويحرضهم عليه، وقيس فعل ما يرضي الله، وضعوه أمام قصر ابن زياد وفعلوا به كما فعلوا بابن عقيل من قبل. وماذا فعل أهل الكوفة؟ كانوا يعدون دراهمهم وكانوا يسقلون سيوفهم لمحاربة الحسين بن فاطمة. يا طرماح، هل سألك أنت شيئا؟ أجل يا حبيب ابن مظاهر، أنا أيضا قلت له يا ابن رسول الله، ما من أحد من الناس معك، هلم معنا إلى جبال الحجاز، فهي منطقتنا، قبيلة طي معك بسيوفها، ولا شك سيلتحقون بك جميعا. فقال لي جزاك الله وعشيرتك خير الجزاء يا طرماح، إنك ترى القوم يحيطون بنا وليس أمامنا سوى طريق واحد. Thank you.
حر، هل تعرف هذه الأرض؟ نعم أعرفها. ما اسمها؟ كربلاء. هناك أمر، طلب الإمام منا أن نحط الرحال هنا، لقد وصلنا أخيرا. حطوا الرحال، لقد وصلنا. حطوا الرحال، لقد وصلنا. السلام عليك، أريد قائد العسكر من فضلك، قالوا لي إنه هنا. وعليك السلام، تقدم. ماذا تريد من قائد الجيش؟ وأخيرا وصلت يا رسول الشوم. حسنا، لك أن تذهب. يا إلهي، ترى كيف أخبره؟ إنه كتاب عبيد الله بن زياد، وصلني البارحة. إن أمره واضح وقاطع، يريدنا أن نصد الحسين ومن معه أينما كان. وماذا إن أبى؟ إن أبى أحاربه. لن تفعل ذلك حر، ولكن ابن سعد يفعل. هيا تفضل، خذ واقرأ هذا. 30,000 رجل مقاتل. Thank you.
أهلا عمر. يا حر، هل وصلك كتاب عبيد الله؟ نعم وصلني. ماذا فعلت؟ فعلت الذي أراده الأمير، لقد حاصرته بكل رجالي. هو الآن في قبضتنا إذن. عمر ماذا ستفعل؟ ماذا أفعل؟ سأفعل ما أمرت به بالتحديد. فليذهب أحدكم إلى خيمة الحسين بن علي وليسأله إن كان مستعداً للذهاب معنا إلى الكوفة، وإن كان مستعداً لأن يضع يده في يد عبيد الله مبايعاً يزيداً. اذهب يا زيد، اذهب أنت واسأل. أيها الأمير، لن أفعل. لم أقل قاتله حتى تضطرب هكذا، قلت اذهب واسأل. ربما جئت لكي أقاتله، ولكنني لن أحدثه ولن أصغي إليه أبداً. أخائف أنت؟ أنت يا ابن قيس، اذهب واسأل. يا أمير، لقد جئت لقتاله معكم اليوم، ولكنني لن أواجهه في القتال إلا وأنا مقنع. ما هذا؟ لماذا جئتم إذن؟ اعفنا أيها الأمير، ليس في هذا الجمع من الكوفيين من لم يكتب ويبعث للحسين بن علي أن أقدم إلينا. أنا لم أكتب. إن الرجل الوحيد الذي لم يكتب للحسين هو أنا، لأنني لا أعرف أن أكتب. إذا أردتم أذهب وأسأله، وإذا رغبتم فإني أضربه غدرا وأنهي هذا الأمر بالكامل. حسنا، اذهب. أما أن تقتله فلا، لن أسمح بذلك. اذهب واسأله وعد إلينا. لقد جئت من معسكر عبيد الله وعندي رسالة من قائد الجيش، خذوني إلى خيمة الحسين بن علي. عبد الله الشعبي، لا يوجد بين العرب من هو أشر منك وأكثر غدرا، دع سيفك وتقدم نحوي. لا يا ابن مظاهر، إنني مبعوث لا أكثر، ولا عمل لي سوى إيصال رسالة إلى أبي عبد الله الحسين، إما أن أرى الحسين أو أعود أدراجي. اقرأ الرسالة وسأوصلها بنفسي. لا، إذن عد. ألن تسمع رسالة قائد الجيش؟ قل لعمر بن سعد أن يرسل رسولا آخر. هيا ارحل. أرسل عزرة بن قيس الحنظلي بعدي، وذهب عزرة إلى خيمة الحسين حيث أراه الحسين الكتب التي بعثها أهل الكوفة، وطلب منه نفس طلبه السابق، أن يعود إلى الحجاز أو يذهب إلى أطراف البلاد. أيها الأمير، كتب ابن سعد طلبه، اقرأه فهو ينتظر أمرك. الآن وهو يرى نفسه في قبضة جيشي، ها هو يريد الخلاص. لا مجال لذلك.
اكتبوا إلى عمر بن سعد بن أبي وقاص: وصل مبعوثك حاملا كتابك وقرأت ما كتبت. قل للحسين أن يأتي إلى الكوفة مع كل أصحابه الذين جاءوا معه، وأن ينزل على حكم يزيد. فإن أبى ذلك فحولوا بينه وبين ماء الفرات حتى يموت عطشا. كلا، والله ما من أحد أظلم ممن يفعل هذا بابن رسول الله. أبو عبد الرحمن، عندما كنت مع 1000 فارس عطاش تحت شمس الحجاز الحارقة، فإن الحسين بن علي فعل معنا معروفا وسقانا، سقانا وسقى خيولنا، إذن كيف نمنع عنه الماء؟ هذا ظلم. أنا حائر، حائر ماذا أفعل؟ إنه أمر الأمير، لا أستطيع أن أعصيه أبدا. إن لم أنفذه أنا بنفسي ينفذه غيري بالتأكيد. إذن يا عمرو بن الحجاج، خذ معك 500 فارس واتجهوا نحو الفرات، وحولوا بين خيام الحسين بن علي والماء. أنا؟ ابعث غيري أيها الأمير. أبعث غيرك؟ لابد أنك ممن كتبوا إليه. لا أنكر كتبت. قتلك الله أيها الرجل. عندما قتلوا هانئا كنت يومها تعد نقود عبيد الله، لكن قبل ذلك بيوم أخذت مدحج بنفسك إلى قصر الأمير لإنقاذ هانئ. قل لي، كم تريد لقتل الحسين بن علي؟ كيسا من الذهب؟ كيسين اثنين؟ كام؟ قلت لك خذ رجالك الآن وانطلق، وامنع الحسين عن الماء فورا. حاضر، سأفعل هذا، سأمنع الماء عن الحسين، سأفعل. يا ابن سعد، لا تدع وصمة العار تلحق بنا بقتل الحسين بن علي، تساهل معه. سأتساهل، لكنك تعرف عبيد الله، إنه حاقد لدرجة أننا إذا تأخرنا فإنه سيسلم العهد الذي كتبه لي إلى رجل غيري، وأنت تعلم يا حر أن الراغبين كثيرون. إنني أخاف من أن يغتنموا غيابي ويذكروني بسوء عنده. حين ذاك سأكون جليس عمال إسطبله، بينما يشغل أحد مقربيه مكاني ولاية أصفهان والري، وهكذا أخسر كل شيء. كلا، إنني مجبر يا حر، أتفهمني؟ مجبر. اذهب الآن وساعد في منع وصول الماء إلى خيمة أبي عبد الله. اذهب. مضت مدة طويلة ومخيم أبي عبد الله بلا ماء يا عمرو. أخبرني، بماذا تفكر؟ عندما يزداد عطشه وعطش عياله سوف يستسلم. بالتأكيد سوف يفعل. نحن جئنا لمواجهة أبي عبد الله، أما أن نقوم بقطع الماء عنه، لا يا عمرو، لا، لا أحبذ هذه الطريقة.
أتسمع؟ هناك أصوات تأتي من مخيم الحسين بن علي، إنها باتجاه نهر الفرات. لا تتكلم، لا تقل شيئا، فليرحلوا بسلام، ربما كانوا عطاشة. من أنت؟ قلت من أنت وماذا تريد يا هذا؟ من الأصدقاء يا عمرو. إذن هذا أنت يا نافع. قل ماذا تريد في هذا الليل؟ الماء، نحن عطاشة. هيا اشرب يا نافع، الماء كثير. معي رجال وهم أيضا عطاشة. حسنا، يمكنهم أن يشربوا هم أيضا. جزاك الله كل الخير يا عمرو، إنك ترى القرب خاليا، وما من قطرة ماء في خيام أبي عبد الله، والأطفال يتلوون عطشا والنساء قد جف حليبهن. كن حرا ولا تمنع الماء عن خيام بني هاشم. حسنا أيها الإخوة، املأوا قربكم، فهناك بحر من المياه تتلاطم أمواجه، هيا تعالوا. كلا. لقد نصبوني مسؤولا عن هذا الماء، وسأنفذ أمر القادة، ولن أعصي أوامرهم على الإطلاق. وبما أنكم عطاشة، ضعوا القربة هنا واذهبوا أنتم إلى الماء. لن نمنع الماء عنكم، أما أن تأخذوا الماء إلى مخيم الحسين بن علي فلا. هذا ما أمر به عبيد الله بن زياد، ويجب أن يبقى الحسين بن علي عطشانا حتى يستسلم إلينا. يا عمرو، ما كنت أنتظر هذا منك أبدا. دعنا نأخذ الماء إلى خيام الحسين لأن الأطفال عطاشا. قلت لا، لن أفعل. يا عمرو، جئنا نأخذ ماء لأننا عطشا، فإن لم يشرب أبو عبد الله فلن نشرب أبدا. عليك أن تبتعد عن طريقنا. قلت لكم لا. أيها الأمير، ماذا حدث يا رجل؟ هل جرحت؟ من سيف نافع بن هلال، كانوا يريدون أخذ الماء فمنعناهم، لكنهم حملوا علينا ووصلوا النهر. وصلوا إلى النهر وكان معك 500 مقاتل؟ إذا كنت ما زلت متمسكا بأوامرك فابعث بالمزيد من الرجال. اذهب يا ابن الأشعث، خذ عددا من الرجال وسارع لمساعدة عمرو. لا أريد قطرة واحدة من تلك المياه تصل خيام الحسين، هل سمعت ما أقول؟ تمهل يا ابن الأشعث. ماذا تقول يا ابن يزيد؟ بقي عمرو وحيدا، هيا اذهب. حسنا، انتهى الأمر. هل منعتموهم؟ لقد تراجعوا بأنفسهم، ولكن شربوا وملأوا القربة الكثيرة التي كانت معهم وعادوا من حيث أتوا. لكني لم أمركم بهذا. أكثر من عدد حراس النهر، فالمدة طويلة وسيعطش الحسين مرة أخرى. يا قوم، إنني أريد لقاء قائد جيش الكوفة، هل هو هناك؟ إنه يريدك. قل لي، ما الذي أتى بك إلينا؟ إني رسول أبي عبد الله الحسين بن علي. أيها الرسول، هيا تقدم. يا ابن سعد، جئتك بكتاب من أبي عبد الله.
قلت تقدم أيها الرسول، أنت في أمان. لا حاجة لي بالأمان، لحظة وسيأتيك الكتاب. كم هو ماهر. لقد ذهب. اقرأ الكتاب. يريد أن يتحدث إلي في مكان بين الجيشين. وما العمل؟ ليس لي كلام مع الحسين بن علي. يا أبا عبد الرحمن، قلت لي إنك تعرفه منذ الصغر. أين صلة الرحم؟ استمع لما يريده منك، اذهب إليه وحدثه. سأذهب الليلة لرؤيته. وأنت يا حر، كن برفقة الليلة. يا أبا عبد الله، أستميحك عذرا، ما كنت راغبا بفعل هذا، ولكنه أمر من الخليفة كلفني به. يقول الحسين: يا ابن سعد، أتقاتلني؟ أما تتقي الله الذي إليه معادك؟ فأنا ابن من قد علمت، ألا تكون معي وتدع هؤلاء؟ فإنه أقرب إلى الله تعالى. ولكني أخاف أن تهدم داري وتؤخذ ضيعتي، وإن لي بالكوفة عيالا وأخاف عليهم من ابن زياد. ولما أيس منه الحسين عليه السلام قال له: ما لك ذبحك الله على فراشك عاجلا ولا غفر لك يوم حشرك؟ فوالله إني لأرجو أن لا تأكل من بر العراق إلا يسيرا. لقد قرأت كتبهم وأعلم ماذا فعلوا بك. وإنك لتفعل الآن ما فعلوه هم. قل لي ماذا أصنع. دعه يرجع الآن إلى المدينة. أنت تعلم أن عبيد الله لا يريده أن يعود إلى الحجاز. يقول الحسين: سنخرج من أرضكم، سنخرج من أطراف البلاد إلى ديار الغرباء، إلى حيث لا يبايع أحد يزيدا. لا، لا تطلب مني هذا، لأني لا أقدر عليه. يا أبا عبد الله، هل لي أن أعرف رأيك في بيعة يزيد؟ يا أبا عبد الله، لا تذهب، تمهل. لقد ذهب. إنك تعلم جيدا أنه لا يقبل بالظلم. ماذا أفعل؟ إنه أمر الخليفة. لقد قال كلاما جميلا رضيت به. قل لي ماذا قال. قال: إذا تسمح سوف نترك الجيشين ونذهب معا إلى الشام،
وسنطلب من يزيد ما تعجز أنت عنه. وما الذي يريده من يزيد؟ ذلك الذي طلبه منك. أن يعود إلى المدينة؟ أو أن يخرج من أراضي الخليفة؟ لقد صدق، إننا نريد البيعة منه في الشام أو الكوفة. أنا راض بما قلته لي يا حر، سأكتب الليلة إلى عبيد الله بما طلبه الحسين. ما هو رأيك يا مهران؟ أعلم أنه يرضى بالموت، ولكن أن يركع أمام كرسيك فلا. أيها الأمير، إن قتل ابن الرسول سيحط من منزلتك عند الأصدقاء وسيحقرك أمام الأعداء. دعه يذهب إلى الشام. صدقت يا مهران، إنها فكرة جيدة. إن قتل أبي عبد الله سيعقد الموقف أكثر مما هو عليه. سأبعث به إلى الشام، وذلك عملا بطاعة أمر الخليفة وهربا من العار الذي سيلحق به من قتل الحسين. أكتب إلى عمر بن سعد لكي ينجز العمل بنفسه. ماذا تقول يا عبيد؟ أي عار يا رجل؟ عندما قتلت وجهاء الكوفة لم تفكر في العار. يا ابن ذي الجوشن، أعرفك داهية، ولكن ما قاله مهران هو أفضل. إن أبا عبد الله ليس ابن عروة، إنه ابن النبي. أباء الخليفة يزيد حرب النبي، وأنت تخشى قتال ابن النبي؟ عليك أن تقاتله وألا تخشى شيئا. أقاتل الحسين؟ كلا يا شمر، كنت أفكر فيما كنت تقول، لكنني رأيت أنني بعملي هذا لن أجني سوى المصائب. ماذا سأفعل بشماتة الناس يا ابن ذي الجوشن؟ اذهب يا مهران. يا عبيد الله، أي شماتة يا رجل؟ وأي ناس؟ تمهل وفكر مليا، لا تفعل شيئا قد تندم عليه. إن أمير المؤمنين قد أمرك بقتل الحسين إن لم يبايع، فانظر ما أنت صانع يا رجل. ونفعل نحن ذلك؟ ولما لا تفعل؟ اسمعني جيدا، ازرع في قلوبهم الرعب، وضع في عيونهم طمع الذهب، وعندئذ سيصافحون الشيطان. صدقت يا شمر، إنه أبله من يخاف من هؤلاء. قل لي ما العمل. الحسين في قبضتك أنت، فإذا تركته للخليفة ستفشل، وإن أنت قتلته ستقتل عظيما لم يقتل مثله من قبل. لا تتركه يا عبيد الله، لا تظهر نفسك عاجزا أمام الخليفة. اعمل على أن يبايع الخليفة عن طريقك. وإن لم يفعل أقتله. إن فعلت فقد قتلت عدو الخليفة وستبقى عزيزا لديه. استعد لتذهب إلى معسكر ابن سعد، سأكتب إليه كتابا. ورسالة إلى أولاد أم البنين، أريد أن يكون معي عبد الله بن أبي معاذ وهو من عشيرتي، فبينه وبين أولاد أم البنين صلة رحم. سمعت. إذن أعطه الأمان. حسنا، سأكتب الأمان للعباس وعثمان وجعفر وعبد الله لكي يتركوا الحسين. نحن في أي يوم؟ الثامن من محرم. إذن غدا تذهب وتعود يوم العاشر إلى الكوفة. إذا استسلم كان به، وإذا لم يفعل فبرأسه. اذهب. أما بعد فإني لم أبعثك إلى الحسين لتكف عنه، ولا لتطاوله، ولا لتمنيه السلامة، ولا لتكون له عندي شفيعا. فإن نزل الحسين وأصحابه على حكمي فابعث بهم إلي سلمة، وإن أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم. فإن قتل الحسين فأوطئ الخيل صدره وظهره،
ولست أرى أنه يضر بعد الموت، ولكن على قول قلته لو قتلت الحسين لفعلت هذا به. فإن أنت مضيت لأمرنا فيه جزيناك جزاء السامع المطيع، وإن أبيت فاعتزل عملنا وجندنا، وخلي بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر، فإنا قد أمرناه بذلك. حسنا يا أبا عبد الرحمن، ماذا ستفعل؟ ألا يوجد لديك جواب يا ابن سعد؟ لا غفر الله لك يا ابن ذي الجوشن، فأنت رسول شؤم. ولكنني رسول عادي فقط. أخبرني ماذا ستفعل بأمر الأمير. إني أعلم أن هذا من تدبيرك يا شمر، فلولا فتنتك لفعل ما اقترحته عليه، فإنني ما أردت إلا خيره وصلاحه مع الخليفة. أطلب منه أن يستسلم. الحسين؟ والله لن يفعلها. يا عمر، هل تنفذ أمر الأمير؟ أم تترك قيادة الجيش لي أنا؟ يا زيد، فليستعد الجيش الآن، ونادي على أبي عبد الله الحسين أن يستسلم، فإن رفض احمل عليه. أيها الأمير. كافى يا حر. إنني لن أتركه لهذا النمر المفترس. أيها الأمير، انتظر، لدي كتب الأمان لأبناء أم البنين، فهم أبناء أختنا، وقبل أن تصدر أمر الهجوم أريد التحدث إليهم لعلهم يتركون الحسين. إنه هناك. خذ، ابقى هنا. مرحبا يا ابن أختنا، هل وصلتك كتب الأمان؟ أين العباس وإخوته؟ لقد كتبت لهم كتب الأمان أيضا. هذه رسائل عبيد الله، رسائل الأمان لأولاد أم البنين، لقد أرسلتها إليكم أنتم. قل لابن مرجانة إننا لا نبدل الحسين بن علي بالدنيا وما فيها، والآن اذهب. ابقى، إنك تجهل أمر الخليفة. لن يبقى غدا من الحسين ومن معه على هذه الأرض سوى آثار الدماء، سوف ترى. إنني أريد سلامتك. سلامتي، ليتك تريد هلاكي وسلامة أبي عبد الله. ألا تعلم أن أبا عبد الله تمرد على الخليفة؟ ها؟ إنني وابن أبي معاذ حصلنا على كتب الأمان لكم بشق الأنفس. ابتعد عنه، إنك شاب وتليق بك قيادة الجيش، لا أن تموت في هذه الصحراء القاحلة. أموت، ليتني أملك آلاف الأرواح لكي أضحي بها لابن فاطمة. والآن اذهب يا شمر. ابقى ولا تعرض نفسك للموت. إنني سلمت نفسي لله، فإن مت في هذه الطريق فهي الحياة. يا شمر، لو أنك كنت تعرف أبا عبد الله لما كنت استسلمت إلى هذه الذلة.
عد يا ابن ذي الجوشان. كنت أعرف أنه لن يقبل. حرملة! اذهب وقل لعمر بن سعد أن يحمل عليهم. هيا. ماذا تريدون؟ وما الهدف من كل هذه الضجة؟ لقد جئنا لنعلن لكم الأمر الجديد. إما أن تستسلموا لحكم الأمير أو أن تقاتلوا. ما بك أيها الهاشمي؟ لم تجب. انتظروا، سأسأل أبا عبد الله وأعود. أما والله لبئس القوم، عند الله غدا قوم يقدمون عليه وقد قتلوا ذرية نبيه وعترته وأهل بيته وعباد أهل هذا المصر المتهجدين بالأسحار الذاكرين الله كثيرا. من المتكلم؟ حبيب بن مظاهر، أرى أنك تزكي نفسك ما استطعت يا حبيب. عزرة، سأقول لك شيئا مهما. إن الله قد زكاها وهداها، فاتق الله يا عزرة. اسمع، إني لك من الناصحين إن قبلت بذلك. أنشدك الله يا عزرة ألا تكون ممن يعين أهل الضلالة على قتل النفوس الزكية. زهير، ما كنت عندنا من شيعة أهل هذا البيت، إنما كنت على غير رأيهم. أفلست تستدل بموقف هذا أني منهم؟ أما والله ما كتبت كتابا إليه قط، ولا أرسلت إليه رسولا، ولا وعدته نصرة أبدا، ولكن جمعت بيني وبينه الطريق، فرأيت أن أنصره وأدافع عما ضيعت من حق رسول الله. قولوا لابن سعد إن أبا عبد الله يطلب أن تمهله الليلة.
لقد عملت كل الوسائل لكي لا يأخذ قطرة ماء واحدة. ما الخبر؟ لقد طلب أن نمهله الليلة. نمهله؟ ليقضي هذه الليلة في الصلاة والدعاء. ماذا تقول يا شمر؟ هل نمهله هذه الليلة؟ ماذا أقول؟ أنت هو قائد الجيش. ماذا تقولون؟ سبحان الله، لو كان من الكفار لقبلت بذلك، فكيف الحال وهو ابن نبيك؟ اقبل منه أيها الأمير، حملت عليه الليلة أو غدا فلن يتغير الأمر. على أي حال الجيش كبير، وجيشهم الصغير كعصفور في مخالب الصقر. ولما كانت ليلة العاشر من المحرم، جمع الحسين عليه السلام أصحابه عند اقتراب المساء فخطب فيهم، إلى أن قال: أما بعد، فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني خيرا، ألا وإني أظن يومنا من هؤلاء غدا، ألا وإني قد أذنت لكم، فانطلقوا جميعا في حل ليس عليكم مني ذمام، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل واحد منكم بيد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سواد الليل، وذروني وهؤلاء القوم، فإنهم لا يريدون غيري. يا أبا عبد الله، لما تفعل ذلك؟ لا أرانا الله ذلك أبدا، لنبقى بعدك؟ وبماذا نعتذر إلى المولى في أداء حقك سيدي؟ سيدي يا أبا عبد الله، والله لا نخليك حتى يعلم الله أننا قد حفظنا غيبة رسول الله فيك، هذا عهد منا. أجل يا مولاي، لا شيء يشرفنا إلا بقاءنا بقربك ونصرتنا لك واستشهادنا في سبيل نصرة أهل بيت رسول الله. الحمد لله الذي أكرمنا بنصرك وبالجهاد معك. يا أبا عبد الله الحسين، لا والله لا نفارقك من هنا حتى نقتل دونك أو ننتصر.
أرأيت يا أخي، لم تكن النهاية كما توقعتها أنت أبدا. كل هذا الظلم ما كنت لأصدق. أنا لا أصدق. أخبرني، كم بقي مع الحسين؟ ليسوا كثيرين، ربما 70 شخصا. بالأمس كانوا أكثر من ذلك. لقد هربوا. أظهر كل منهم حجة، دين لم يدفع، العيال وحيدون، وأرض لم تزرع بعد، وتجارة ما زالت متروكة. كل واحد منا كانت له حجة. رأيتهم ينفصلون عنه كما ينفصل النحل عن خليته، يتفرقون ويبتعدون عنه تحت جنح الظلام. أناس متلونون منافقون. قبلهم كنا نحن الذين قطعنا عليه الطريق، وكنا الأوائل الذين سقناه نحو الموت. نحن الذين جئنا به إلى وادي الشؤم هذا. سأل ما اسم هذا المكان؟ قلت كربلاء، فقال كرب وبلاء. ونحن نقول ما قاله الحسين. إنك آخر رجل يهرب من معسكره. ما كنت أفكر أنك تقتله، وعندما تأكدت من ذلك قررت الفرار. ربما استسلم. لن يستسلم. من أين علمت ذلك؟ من مناجاته في الليل. إذن سيقاتل. كنت قد قلت هذا الكلام للأمير قبل هذا الرجل. لقد كنا نراقبه جيدا طوال الليل. حسنا، اذهب، انصرف. ألم تسمع ما قال؟ اذهب، هيا ابتعد. حسنا جدا، لقد سمعت إنه لا يفكر بغير القتال. ليته لا يفعل، ليته لا يفعل. لقد طلبت منه الاستسلام. قلت في أي يوم نحن؟ الجمعة 10 من شهر محرم. يوم مشؤوم، يوم مشؤوم. عمر، ماذا قررت؟ إن أمر الأمير واضح وصريح، أتقبل بالأمر أم لا؟ أمر الأمير، نعم نعم، أمر الأمير. يا ابن الحجاج، ستقود أنت ميمنة الجيش، وأنت يا شمر على الميسرة. وأنت يا عزرة ستكون قائد الفرسان، وأنت يا شبث على الرجالة.
هل بقي شيء لم أقل؟ واللواء من يحمله؟ يحمله الغلام الذي سيرافقني. اذهبوا وأعدوا العدة لكل شيء. أيها القوم، اذكروا نسبه واسألوا أنفسكم من يكون، ثم انظروا هل يحل لكم قتله وهتكوا حرمته؟ والله ما كذبت أبدا، إن الذين لا يصدقونه فليسألوا كبار القوم. جابر بن عبد الله، سهل بن سعد الساعدي، أنس بن مالك، وأبا سعيد الخدري، فإذا صدقتموهم أليس في ذلك حافز لكم عن سفك دمه؟ لماذا لا يصدقونه؟ لماذا؟ سيصدقونه. ولما يفعلون هذا؟ أولم يفعلوا قبلا؟ اعتادوا على الرذائل. ونحن، أنا وأنت، إلى جانب من سوف نقف؟ أنا الذي طلبت منه التوقف، وبهاتين اليدين جئت به إلى الموت، بلساني هذا، وبلا رحمة نظرت بهاتين العينين. التوبة في قبيلة سنة، هاتوا لي حبلاً وعصابة وقرآن. لقد كان أبوه رحيما، وكان أخوه سخيا، وأما أمه فاطمة فهي سيدة نساء العالمين وابنة رسول الله. إن الشك برجل ينتمي إلى هؤلاء ليس مروءة على الإطلاق. أيها الإخوة، آتوني بحبل وبعصابة وقرآن، ولنذهب إلى خيمة ذلك الكريم. وها هي أصداء الصوت الأبي الذي أطلقه الإمام الحسين عليه السلام تتردد في وادي الطفوف، وتقرع مسامع الأجيال، وتطوف في ربوع التاريخ أعصاراً يعصف بالطغاة، وبركاناً يهز عروش الظالمين، حيث نادى الحسين عليه السلام قائلاً: يا شبث بن ربعي، ويا حجار بن أبجر، ويا قيس بن الأشعث، ويا زيد بن الحارث، أنتم يا من دعوتموني، هلموا واقرأوا رسائلكم التي طلبتم فيها مجيئي. ألم تكتبوا أن أقدم؟ فقد أينعت الثمار واخضر الجناب، وإنما تقدم على جند لك مجندة. أين أنتم يا من دعوتموني؟ وبقي القوم الأجلاف القساة ساكتين صامتين، يحملقون بأعينهم ولا يقولون شيئا. ماذا قال يا قيس؟ خاطب الناس وقال لهم: أيحل لكم سفك دمي؟
وماذا فعلوا؟ لقد بقوا ساكتين. ألم ينظر إلي أحد بشفقة؟ لم أرى ذلك. وماذا بعد؟ لقد تحدث زهير، طلب منهم أن ينصروا ابن النبي وأن يثوروا على ظلم الخليفة. إذن رجموه بالحجارة. وهذا ما كنت أطلبه. قيس، إذا تحدث مرة أخرى فليحدث ضجة بحيث لا يمكن فهم وسماع صوته. سمعا أيها الأمير. قل لهم أن يقرعوا الطبول مرة أخرى، وضع الرماة في المقدمة والمشاة خلف الفرسان. الأمر يحتاج إلى حملة واحدة، وأريد منكم قبل صلاة الظهر إنهاء أمر الحسين بن علي والقضاء عليه. اذهب. كنت أعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رائحته الطيبة، ولكنني أعلم الآن أنني أقف أمامك. عرفتك من رائحتك الطيبة، لقد سمعت الكثير عن سخائك وعن سخاء كل عائلتك، والآن ها قد جئتك بالسيف وبالكتاب. اقتل بالسيف أو عف بالكتاب. لديك أيها الإمام صبر الأنبياء، وأيضا شجاعة المرتضى علي، وسخاء الإمام الحسن المجتبى، ولديك رأفة وحياء فاطمة خير نساء العالمين. يا مولاي اعفو، فقد كنا قصاة وعدنا إليك نادمين. والآن ها هو السيف والكتاب، اقتل بهذا السيف
أوافوا بالكتاب الكريم. تبت اليد التي اعترضتك مولاي، والموت لكل من نظر إليك بقسوة يا سيدي. ها هو السيف والكتاب، اقتل بالسيف أو اعفو بالكتاب مولاي. الأحرار لا يطأطئون رؤوسهم، والحر كان من أحرار ذلك العصر. قبل أن يسد عليه الطريق ذكر أمه فاطمة وبكى. كان أبو عبد الله الحسين عليه السلام يعلم أن العين التي تبكي فاطمة لن ترضى بالظلم ولن تستسلم للظلمة. ثم قال له الإمام عليه السلام: تقدم يا حر بن يزيد، إن تبت تاب الله عليك. ما كنت لأصدق أنه سيقاتل إلى جانبه. متى التحق بركبه؟ بعد أن أتم الحسين ولآخر مرة الحجة، رأيت كتفاه تهتزان وهو يجهش بالبكاء، وكان يطلب منا أن يتوب. تركنا والذهب، ليته تحدث إلي. لقد اصطحب معه أخاه وابنه وخادمه، والآن بقي ابنه فقط. وماذا عن أخي وذلك الذي تحدثت عنه الخادم؟ لقد قاتلا قبله، فأني رأيتهم جرحى مدرجين بدمائهم وما من أحد معهم. إن الشعلة التي نراها تلتهب في قلوبهم لهي خامدة في قلوبنا فعلا. انظروا إليه، يا لها من شجاعة، يتحدى جيشا بأكمله. ليتك بقيت يا حر، ليتك بقيت. قيس انظر، لا أثر لابنه، أترى شيئا؟ نعم، ولكن لو ينجلي هذا الغبار. انظر، إنه يبتعد، إنه يترجل، ولكن لماذا؟ فوق فرسه، هل تراه؟ نعم أراه، نعم أراه، وأرى ولده، أرى ولده. يا سيد الأحرار، إن أقل هدية أقدمها في طريق الحبيب هي الحياة. إنها الوديعة التي أودعها الله لدي، ها أنا ذا أعيدها إليه. والآن إذن لي أن أفي بالعهد. ويجيبه الحسين عليه السلام: يا حر، إنك علمت الأحرار درس الحرية، فأنت حر كما سمتك أمك، وستسمي الأمهات بعد اليوم الكثير من أبنائهن باسمك،
وسيحدث الآباء أبناءهم عن قصة إيثارك وحريتك، فطوبى للطريق الذي سلكت. إنه ليس معنا، لقد التحق بعدونا، ولكن كيف لا أشيد بشجاعته وبطولته وهو فخر العرب؟ ليته لا يقع، ليتهم لا يقتلونه. أيها الأمير، ماذا لو علم تميم وهمدان بالتحاقه بالحسين؟ ولكن ماذا لو التحقت عشيرته أيضا بركب الحسين؟ وهل من وسيلة؟ لقد صدقت قيس. سيدي، اذهب إلى عمرو بن الحجاج الواقف على ميمنة الجيش، وقل له أن يحمل على الحر بن يزيد حالا، وأن يحاصره، وأن يقضي عليه قبل أن يصل النبأ إلى قبيلتي تميم وهمدان. هيا يا رجل، اذهب اذهب. والتحق الحر بركب الأحرار. يا مولاي، أخبرني، ألم يحن بعد رحيل زهير؟ لن يقر لي قرار وما عدت أحتمل. أعلم أنه قد حان الوقت منذ أيام وأنا أنتظر، واليوم. يا سيدي، لقد كان أملي أن أقتل بين يديك، وأملي أن أخضب هذا الشيب في سبيل حفظ كرامتك. إني أعلم جيدا أنه قد حان الوقت. انظر، يقرعون الطبول ويدعون للمبارزة. لا تيئس حبيبا، دعني أحمل عليهم يا سيدي أرجوك، لا تمنعني.
هناك رجال كثيرون أعرفهم جيدا، متلونون وحاقدون وناقضوا عهد، غضب الله عليهم واحتضنهم الشيطان. والله إني لأتشوق إلى قتال هؤلاء الكفار الظالمين. أرجو أن تسمح لي مولاي. أتسمعون؟ يدعون للمبارزة. ألست لائقا للدفاع عن حرم رسول الله؟ في المدينة كنت مع ركبك وكنت أعلم أن لا عودة. لقد علمتني ألا أستسلم للذلة. إنه يوم الامتحان يا مولاي، دعني أثبت لك ولائي. أتسمع هذا؟ إن قرع طبول القوم تشبه عواء الذئاب الجائعة. دعني أثبت لك ولائي يا مولاي. لا لا، أنا الذي استحق منك الرعاية قبل أي منهم يا مولاي. يا مولاي، إنني لا أزال أحمل أثار صياتهم على جسدي وأثار تحقيرهم لي في أعماق صدري. قبل أن ألتحق بركبك ما كنت أعرف غير الظلم ولا أنيسا غير الحزن والألم، وما رأيت من هؤلاء القوم غير المصيبة والمرارة واليأس والحزن الكبير. في بيتك لم يسخر أحد من سوادي، ولم تعظ من رائحتي، ولا دفعني خارجا لكي أنام إلى جانب الحيوانات. لقد جلست معك وعلى مائدة واحدة، وعرفت معك الجنة، وعشقت معك المحبة، ووقفت خلفك في الصلاة، وعبدت الله بكل ذرة من وجودي وكياني. وقد علمتني ألا أركع أمام الظلم مهما على الظلم وتجبر. لقد علمتني ألا أسجد لغير الله الأحد، وتراهم يريدونني أن أصبح عبدا مرة أخرى. علمتني يا مولاي أن أعيش حرا، وعلمتني أيضا يا مولاي أن أموت كريما غير مذلولا. يا مولاي، لقد حان الوقت، دعني أموت كريما وبكل فخر. أرجوك امنحني هذا الشرف، وسوف ترى ما تعلمته منك. أنا أعلم جيدا أنك لن تدعني في يأسي أبدا. أرى الرضا والقبول في عينيك مولاي. إذن سوف أذهب لأموت بكرامة كما علمتني يا مولاي. أيها الناس، أين أنتم؟ ها أنا ذا المظلوم الثائر على الظلم. إنني لا أخاف رماحكم، ولا أخاف حتى من سيوفكم. هذا جسدي وألف أثر للظلم عليه. إن الحياة لدي وديعة، والتضحية بها شيء قليل. إذن أين هي الرماح؟ وأين هي السيوف التي لديكم؟ أين هي؟ هلموا هلموا إلي، هلموا هلموا إلي.
مولاي إنني لست أكثر من خادم لك يسعى فقط إلى لقاء سيده المعشوق. ألم يحن الوقت بعد للوفاء بعهدي؟ لن تسمع في قلبي غير الاشتياق للتضحية، أسمع في أذني أصوات الملائكة ونداءاتها تدعوني إلى الجنة. مولاي، ألم يحن الوقت للوفاء بالعهد؟ ونظر إليهم الحسين عليه السلام برأفة ومحبة، وهم ما كانوا يرون غير الله ولا يعرفون سواه. لقد توسطت الشمس كبد السماء، إنه الظهر، والأمل في قلوب أصحابك في أن يقتدوا بآخر صلاة لهم مع ابن فاطمة. يقول الحسين: جعلكم الله من المصلين، فليؤذن أحدكم. ولا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هل تسمع يا ابن ذي الجوشن؟ إنهم يرفعون الأذان. إنهم هناك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إنهم يقيمون الصلاة. الصلاة؟ يا قيس، اجمع رجالك وتعالوا معي هيا. ماذا تفعل يا ابن ذي الجوشة؟ انتظر وسترى، تعالوا معي هيا. ما فعلوه بالحسين ليس صحيحا. ما كنت أريد ذلك. ولكنك أنت قائد الجيش. لكن الأمر ليس بيدي. ماذا أفعل بهؤلاء القوم؟ إذا عد إلى الكوفة. اسمع يا عمر، جئنا إلى هنا للقبض عليه وليس لكي نقتله. ولكن الأمر غير ما تقول. ماذا تقول؟ لقد قرأته لكم من قبل، وإن لم يستسلم سنقتله. الفرصة ما تزال سانحة، وربما استسلم لاحقا. لا، لن يستسلم. يا هذا، هل ستقتله؟ ليس من حل آخر. شامر، ليتك لم تحمل عليه أثناء الصلاة. الصلاة؟ لا أريد أن يرى هؤلاء صلاته. الكثير من هؤلاء الناس كتبوا له ودعوه. ماذا يحدث لولا ندخلوا بهم؟
أو تظنها ستلين فعلا؟ ولما لا تلين إذا كانوا هم قد دعوه؟ لأن الحسين له تأثير كبير على أهل الكوفة. ولذا علينا أن نعمل كي لا يقف فيهم خطيبا ونمنع اتصاله بأحد، لأنه إذا ما حصل ذلك فسينتهي بنا الأمر إلى الهزيمة. اسمع يا عمر، لقد قلت إن الأمر سينتهي ظهر اليوم، وها هو الوقت قد حان ولا تزال مترددا. مر بالهجوم حملة واحدة. صدق الشمر بن ذي الجوشن، لقد أرسل الحسين بن علي عددا كبيرا من جندك إلى الموت، ما كان لهم مثيل في كل العرب. لو أمرت بالهجوم عليهم دفعة واحدة. تكلم، ماذا حدث؟ بقي وحيدا. وحيدا؟ أجل، وحيدا وفريدا تماما كوحدة أبيه في ليالي النخيل. سيدي، أين إخوته وأبناؤه وزهير وحبيب وأصحابه الذين كانوا معه؟ لقد ذهب الجميع. ذهبوا؟ إلى أين؟ إلى حيث كانوا يأملون جميعهم، لقد تفرقوا على أرض المعركة هنا وهناك. وأكبر أولاده فقد قتلناه هناك. أما عثمان وعبد الله وأولاد عقيل فهناك، والعباس بن علي على نهر الفرات، لقد كان قادما لأخذ الماء. والعباس قتل؟ ما كنت لأجد له ندا. صدقت، فعندما قدم إلى النهر هربنا جميعا، ما كان يهاب أحدا. ملأ القربة ثم خرج بين النخيل. عندها أمرت الجنود أن يكمنوا له بين النخيل، فأصابوه من الخلف غدرا. غدرا؟ لو كنت مكاننا يا زيد بن الحارث ما كنت لتفعل به غير ذلك. رأيت الدماء تسيل من ذراعيه المقطوعتين، فأمر قيس أن نستهدف القربة. كان يحتضن القربة لكي يحفظها من سهام رماتنا. قلنا لن نسيطر على الماء إلا إذا استسلم إلينا وعدل عن رأيه. رميناه بألف سهم لكنه لم يسقط. من الذي قتل العباس بن علي؟ كل واحد وجه إليه طعنه، زيد بن الرقاد وحكيم بن الطفيل ومن كان معنا. يا عمر، ما كنت لأصدق قتل الحسين طالما العباس حيا، أما الآن فقد انتهى الأمر. لقد رأيت قتاله، إن الحسين لا يقل عن أخيه يا شمر. ولكن يا عمر، ليس بعد فقد العباس. قل للجميع أن يركبوا جيادهم. الجميع؟ لقتل رجل واحد فقط؟ بل للاستيلاء على الغنائم. لا شك أن مع الحسين حوائج كثيرة. قل للجميع أن يركبوا جيادهم. ونظر الحسين عليه السلام إلى ما حوله في ظهيرة عاشوراء، ومد ببصره إلى أقصى الميدان، فلم يرى أحدا من أصحابه وأهل بيته الأوفياء إلا وهو يسبح بدم الشهادة مقطع الأوصال. وصرخ الإمام في كربلاء بالقوم الظالمين: سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما. وهكذا امتلأ الميدان بالصرع والشهداء من آل الرسول والثلة الثائرة التي كتبت بدمائها الزكية ملحمة الخلود والكفاح، واختطت للأجيال طريق الثورة والجهاد.
عما يتحدث؟ يتحدث عن الطفل الرضيع. ماذا أسمع؟ جرعة من الماء تكفيه، خذوا الطفل واسقوه في الحال. لا، ألا تسمعون جيدا ضجيج الناس؟ حرملة، ألم يبقى من سهامك شيء بعد؟ ارمه بواحد منها. سوف أرميه. ماذا تفعل يا حرملة؟ ارمه هيا. أعطي الأمر بالهجوم، أعطي الأمر بالهجوم يا عمر. النيران. لقد أمرت بحرق خيامه. وأولئك الذين تفرقوا عياله؟ هؤلاء هم نساؤه وأطفاله. والحسين أين هو؟ إنه هناك يقاتل وحيدا. أراه، إنه مرة يقاتل ومرة ينظر إلى الخيم المشتعلة. قل لهم أن يراعوا عياله. لم يطلب مني ذلك. أترى؟ لا زال يقاوم. إنه تعب ومنهك، لقد أوشكت نهايته يا عمر. مر الجميع حتى يهجموا عليه. قيس، هيا بنا، ستغنم درعه. إنه ثمن دعوتك له. هلم يا قيس، هلم. يا أبا عبد الله، أي ظلم حل بك وبأهل بيتك في ظهيرة يوم عاشوراء؟ ها
هكذا أعطيت للأجيال دروس عاشوراء الخالدة دفاعا عن رسالة الإسلام ودين جدك. أولم تقل إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني؟ ألم تتمتم في آخر لحظاتك إلهي صبرا على قضائك؟ يا رب لا إله سواك، يا غياث المستغيثين ما لي رب سواك ولا معبود غيرك. صبرا على حكمك يا غياث من لا غياث له، يا دائما لا نفاذ له، احكم بيني وبينهم وأنت خير الحاكمين. إنه هناك تعب ومنهار. هرملة ارمي. هل سقط؟ ليس بعد. ماذا يفعل؟ أنا لا أعلم، ربما يناجي ربه. Come on!